هل كل الحموات فتنات ولا لا؟ طبعا يعني يعتبر الحموات هي سبب او من اكبر الاسباب اللي ممكن تؤدي لانفصال الزوجين، او حتى لو ما حصلش انفصال بيكون في مشاكل كتير جدا بسبب الحموات اللي بيتدخلوا في حياة الزوجين بشكل كبير جدا. بالإضافة إلى أنه في دراسة بتقول أنه تدخل الحموات في الحياة الزوجية بيؤدي لشيخوخة مبكرة، وإيه كمان؟ بيدمر الدماغ. بالظبط، يا عيني ستات والله بلادة والله. لا والرجالة كمان، هي بيتكلم عن المخ بشكل عام. بس مين اللي يعني اللي بتتعب أكتر؟ بتتأثر. أيوة الزوجة طبعا، لأن هي الحما، مع احترامي طبعا لكل الحموات، بس هي بتبقى مش قادرة تدرك ان ابنها انفصل عنها وبقى زوج ومسؤول عن بيت وزوجه، وبقى في حياه منفصله مستقله عنها. هي ما بيبقاش عندها استيعاب لكده، هي ابنها لازم يفضل طول الوقت يسمع كلامها، وهي تتحكم في حياته وشايفه انه اي قرار خصوصا لو هي متعلقه بيه قوي، انه غلط لو هي متعلقه بيه وبتتعلق بيه اكتر. بحس ان هو بعد الجواز يمكن طول فتره ما هو عايش معاها تبقى بتتخانق معاه، تبقى مثلا بتسيبه يخرج مع اصحابه في الشارع، تقول انا عايزه بقى اجوزك وافرح بيك وافرح بعيالك. طب هو اتجوز، خد الخطوه، ماشي، مراته بقت معاه في حياته، هو يفضل هي تفضل تنكد على مين؟ على مرات ابنه وعليه. ليه بقى؟ لان هو خلاص بدا يبقى ليه حياه منفصله عنها. فتقريبا يعني نكد الحموات ممكن يكون بيجي من الحته دي، ان هي مش قادره تستوعب ان ابنها كبر وبقى في زوجه في حياته وفي حبيبته معاه.